والله الحاج الحمد لله. مباراة اليوم كانت في أرض الملعب، تقدمنا كان يمدينا نحافظ على الهدف زي ما صار مباراة الرائد. دخلنا شوية الشوط الثاني مرتاحين، قبلنا هدفين، بس الكويس في المباراة هذه إنه قدرنا نرجع على طول يعني، وكان يمدينا يعني نضاعف النتيجة يعني 3 نفوز، بس الحمد لله على كل حال. إيش أسباب الارتخاء اللي حدث بداية الشوط الثاني؟ والله ما أقدر أقول لك في أسباب معينة، بس يعني قلت لك نفس اللي صار في الرائد. توقعنا من المباراة الماضية أن الوحدة ضرب بنتيجة كبيرة على الرائد ب4 أهداف، المباراة هذه حيكون مختلف تماما ويقدر أنه على الأقل يشوف النقص بالنسبة لنادي الاتحاد والمشاكل الفنية داخل الملعب، وكانت أغلب الترشيحات تنصب نادي الوحدة. والله أكيد، بس تعرف كرة القدم ما تنصب بالترشيحات، أرضية الملعب هي اللي تحكم. الاتحاد شفنا اليوم كذا عنصر جديد، بالعكس المدرب يعني قال لنا نقاط ضعف الاتحاد، عشان كذا يمكن سجلنا هدفين نفس المدرب يعني كلام المدرب. بس قلت له كل مباراه ظروفها يعني، الاتحاد ثاني شيء فريق كبير، انه صعب انه 3 مباريات حينهزم وحيجلس يعني، وراه جمهوره ما شاء الله، فطبيعي يعني اللي صار في ارضيه الملعب.